ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا اسماء عيسى من قناه اكلتك. هنعمل النهارده اكله سهله وبسيطه ومش مكلفه خالص، كبده الفراخ بصوص الطماطم. يلا نشوف الاكله بتاعتنا ونرجع لبعض تاني. وزي ما شفنا مع بعض الأكلة بتاعتنا سهلة، ما فيهاش أي حاجة خالص ولا أي ابتكارات ولا أي افتكاسات ومش مكلفة. ممكن كمان أعملها بالقوانص، بس هيبقى فيه تركية هنا. لو أنا هعمل الكبد مع قوانص، أول حاجة هقطع القوانص كده قطع صغيرة وأشوحها على النار، لأن هي بتاخد وقت الأول في السوا، وبعدين بعد ما تقرب تستوي هنزل بالكبدة بتاعتي، لأن أنا لو نزلت بالاتنين مع بعض الكبدة بتاعتي هتتهري مني ومش هيبقى لها أي معالم خالص. ممكن اعمل ايه كمان مع الكبدة دي؟ ممكن اشويها في الفرن. يعني ايه؟ هجيب الكبدة بتاعتي واتبلها طبعا بخل وليمون وكمون وثوم واسيبها شوية حلوين كده، وبعدين هجيب صينية عندي وادهنها زبدة واحط فيها الكبدة بتاعتي، واحط بقى البصل والتوابل اللي انا عايزة احطها كلها، وبعدين هغطيها بالفويل بتاعي وادخلها الفرن واسيبها تستوي شوية. اول ما احس ان هي خلاص قربت تستوي هشيل الفويل واسيبها تحت الشوايه، وهيبقى طعمها تحفه جدا وكمان ما فيهاش دهون للناس اللي هي بتحب الاكل الصحي شويه. ممكن برضو اعمل كبده الفراخ نفس طريقه الكبده اللي انا بعملها، الكبده العاديه الاسكندراني او الكبده بتاعتنا. هعمل ايه؟ اول حاجه خالص هشوح التوم على النار، وبعدين هنزل بالكبده بتاعتي واكون متبلها التتبيله بتاعتنا اللي احنا عارفين، وهقلبها شويه مع بعض كده، واول ما تقرب ان هي تستوي هنزل بالفلفل بتاعي. لو انا حابه اضيف البصل في الاول مع التوم مفيش مشكله، اللي حابب يضيف حاجه يضيفها. انا بس بحب اجيب لكم الاكلات باسهل الطرق وبتكلفه اقل، يعني مش عايزه اكلف عليكم. طبعا احنا دلوقتي الدنيا بقت غاليه جدا، فبنحب نجيب الحاجات الخفيفه كده عشان الدنيا تمشي. وبكده تكون النهارده خلصت اكلتنا. اللي يجربها يقول لي طعمها عامل ازاي، او يقول لي رايه. اللي عنده اكلات جديده ممكن يبعتها لي، وان شاء الله اعملها في فيديو وانزلها لكم. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. اشوفكم في حلقات جديده وفيديوهات جديده وقناه اكلتك. باي.